شغله واحده بدي لكم اياها، بدكم تكونوا مستعدين لطريقه شغلي، لانه انا حدا بالشغل ما عندي عاطفه، بالشغل انا بعمل مصلحتكم انتو، يمكن اقول اوقات كلام قاسي لمصلحتكم، ما بدي انه اذا قلت كلمه تعملوا احباط. رح اعرفكم على اشخاص هن رح يساعدوني بهذا الاختبار، ناس معروفين بالعالم العربي كل واحد باختصاصه. اول حدا رح يكون الملحن من مصر، الملحن محمد رحيم. في عنا ضيف تاني بس بعالم تاني غير عالم الفن، اللي هو بيكون ايمج كونسلتنت من لبنان، يعني مسؤول عن الماركة الشخصية، ميلاد حتشيتي. هلا انتو تيم تبعي، بس كمان رحيم وميلاد هن التيم تبعي، رح يساعدوني ويعطوني رايهم اوقات لما بكون عندي وقفه بمطرح مش عارفه فعلا شو في شيء ناقص، هاستفيد من خبرتهم اثنيناتهم بهذا الموضوع، وبتتقبلونا ملاحظاتنا مثل بقلب مفتوح. اتفقنا؟ اوكي.